أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدوها بالعناوين. رئيس المجلس الانتقالي يعلن انحياز الجيش للشعب وحماية مقدرات الوطن والتصدي لمحاولات العبث بالاستقرار. أفضل المفاوضات يلتقي سفيرة ووزير الدفاع يؤكد جاهز يلتقي سيلفاكير عفوا ووزير الدفاع يؤكد جاهزية الوفد الحكومي لاستكمال التفاوض. أمريكا تعلن فرض قيود للسفر بحق أعوان الرئيس المخلوع من الذين يعملون في عرقلة مسيرة الحكومة الانتقالية. أعلن رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان انحياز القوات المسلحة للشعب وحماية مقدرات الوطن والتصدي لمحاولات العبث بالاستقرار. وقال البرهان في كلمته بمناسبة العيد 66 للجيش إن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال القتال القبلي، ودعا للتمسك بالنهج الديمقراطي وتوحيد الجبهة الداخلية. جماهير الشعب السوداني الوفية، ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة السودانية، يطيب لي في هذا اليوم الخالد أن أحييكم وأسمع عبارات التحية والثناء والتقدير. وقواتكم المسلحة تحتفل بعيدها 66. هذا اليوم يمثل ذكرى غالية في قلب وعقل كل سوداني. ففي مثل هذا التاريخ 14 من أغسطس من العام 1954 تسلم الفريق أحمد محمد باشا مهام القائد العام للجيش السوداني من الجنرال الإنجليزي أوسكونز، ليكون بذلك أول ضابط سوداني يشغل هذا المنصب، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل تطور البناء الوطني والتي عرفت بالسودنة. أصدر مجلس الوزراء الانتقالي بيانا اليوم هنأ فيه القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى 66 لتأسيسها الذي يصادف 14 من أغسطس من كل عام. وينتهز مجلس الوزراء الانتقالي هذه المناسبة ليتقدم بالتهنئة للقائد العام وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بتاريخها المجيد في الانحياز لإرادة الشعب، والذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة أحد أبرز تجلياته. وقال البيان إن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل أحد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية، وهي مهمة سنعمل على إنجازها معا عسكريون ومدنيون. والدفاع عن الوطن وسيادته وحماية حدوده وتوفير الأمن للمواطن والدفاع عن النظام الديمقراطي الذي اختاره شعبنا هو الواجب الذي تقوم به قواتنا المسلحة في هذه المرحلة، ويتطلب أن نقف جميعنا بجانبها لتنفيذه. احتفلت قيادة الفرقة 17 مشاة بسنجة بالعيد 66 للقوات المسلحة، واشتمل الاحتفال على طابور سير جاب مدينة سنجة، وستعقبه احتفالات مسائية وتكريم قيادات عسكرية. وحيى والي سنار الماحي محمد سليمان نضالات القوات المسلحة ودفاعها عن الوطن وتلاحمها مع المواطنين إبان ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد الماحي وقوف حكومته مع القوات المسلحة وتمكينها للقيام بواجباتها الدفاعية والأمنية في حراسة الثورة والمحافظة على السلام. من هنا أنا بسوق لكم التهاني الحارة بالعيد حق القوات المسلحة، ونتمنى دائما نشوفكم في أحسن حال وفي أقوى وضع، عشان البلد محتاجة عليكم ولتنميتها ولحمايتها وللمساهمة في كل الأوقات. في أوقات الحر أنتوا على استعداد، وفي أوقات السلم أنتوا على استعداد، وأنتوا جنود للبناء، جنود للحماية وجنود للبناء. فمن هنا التحية لكم، ونحن مقدرين مجهوداتكم. إلى ذلك حيا قائد الفرقة 17 مشاة العميد الركن العاطل ريح موسى قادة القوات المسلحة، وترحم على شهدائها، وأكد أن القوات المسلحة ستظل الحارسة والحامية لثورة ديسمبر، وأنها لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات شعب السودان ووحدة أراضيه. نهنئكم اليوم بالعيد 66 لقوات الشعب المسلحة، وهذه هي قوات الشعب المسلح، فرقة 17
تدحض جميع الدسائس والتآمرات من خلال مرورنا في طابور السير على أهلنا في محلية سنجة. اتضح جليا تلاحم القوات المسلحة والشعب. وفي ذات الإطار وضمن احتفالات البلاد بأعياد القوات المسلحة، احتفلت الفرقة 18 مشاة بولاية النيل الأبيض برئاسة الفرقة بكوستي بالعيد 66 للقوات المسلحة، والذي يصادف 14 من أغسطس من كل عام، والذي جاء تحت شعار يا بني السودان هذا جيشكم. واشتمل الاحتفال على عروض عسكرية ورياضية وثقافية بمشاركة كافة الوحدات العسكرية بالولاية. هذا وأكد اللواء الركن معاوي عبد الله حسين قائد الفرقة 18 مشاة بولاية النيل الأبيض أن الاحتفال يجيء تعزيزا لدور القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة السودان وقدرتها للزود عن حياد الوطن والمحافظة على التغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن القوات المسلحة أسهمت بصورة واضحة في تحقيق الاستقلال والاستقرار، وتسعى جاهدة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان. واستعرض مجاهدات القوات المسلحة في تحقيق الاستقرار وحماية البلاد والعباد من كيد الأعداء بجانب المضي قدما في تأمين معاش الناس وحماية مكتسبات الوطن. القوات المسلحة كان لها دور كبير في استقلال السودان. نحتفل كل عام نحن في القوات المسلحة في هذا اليوم 14 أغسطس تقليدا لذكرى 14 أغسطس 1954. القوات المسلحة منذ سودنتها ظلت هي صمام الأمان للسودان، وظلت صخرة تكسر كل محاولات الأعداء للنيل من وحدة السودان، وتظل على العهد دوما إن شاء الله لوحدة استقلال السودان. وعلى ذات الصعيد، احتفلت قيادة سلاح المدفعية بالعيد 66 لقوات الشعب المسلحة، وذلك بتقديم عروض وفقرات عسكرية جسدت جاهزية وقومية الجيش. وقد أكد سلاح المدفعية على لسان القائد بالإنابة عاطف محمود حماد بأن القوات المسلحة السودانية ستظل محتفظة بقوميتها ومهنيتها وسمات عقيدتها القتالية، وقطع بأنها ستظل الحارس والحامي الأمين لحياض وتراب الوطن. وأكد حماد أن سلاح المدفعية شهد في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في قدراته العسكرية في مختلف محاوره الحربية، وقطع بأن المدفعية ستطلع وفقا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية بكل أدوارها في تأمين ولاية نهر النيل ومشاركة إنسانها في كافة أفراحها وأتراحها. إن شاء الله القوات المسلحة حامية لهذا الشعب الأبي الكريم، وإن شاء الله ستظل مشاركة لهذا الشعب في جميع أفراحه وأطراحه ونقباته. المدفعية إن شاء الله ستظل حامية لهذا التراب، وستظل إن شاء الله سند لإنسان نهر النيل. سنشارك إن شاء الله في كل فعاليات نهر النيل. هذا الاحتفال جسد قومية القوات المسلحة، تماسك القوات المسلحة، تنوع القوات المسلحة كما ظهر في تلك الفقرات التي رأيتموها من احتفالات مثلت الشمال والشرق وغرب السودان. التقى الرئيس الفاكر مياردات رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم بالقصر الرئاسي بجوبا الوفد الحكومية لمفاوضات الترتيبات الأمنية برئاسة اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع، بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة السيد تود جولواك مستشار الرئيس الفاكر للشؤون الأمنية. وقال اللواء ياسين في تصريح صحفي عقب اللقاء: إننا نقلنا خالص تحايا وشكر وتقدير السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي والسيد رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس الفاكر مياردت لدوره الكبير وجهوده المقدرة في رعاية مفاوضات السلام السودانية. وأضاف أنهم استمعوا خلال اللقاء لتوجيهات من الرئيس الفاكر، والذي حث الأطراف المتفاوضة بالإسراع في استكمال عملية التفاوض، وأكد استعداد وجاهزية الوفد الحكومي لاستكمال هذا الملف والذي يعتبر أساس السلام العادل والشامل المنشود في السودان. وقال أن اللقاء تناول أهمية تحقيق السلام في السودان لما له من تأثير مباشر على محيطه الإقليمي، وأوضح أنه تم التوصل إلى تفاهمات عديدة مع وفد مسار دارفور حول ملف الترتيبات خلال الجلسة التنسيقية التي عقدت بالأمس بحضور فريق الوساطة الجنوبية.
حقيقة وجه لنا كثير جدا من الموجهات والدعومات فيما يتعلق بالإسراع في عملية استكمال عملية التفاوض، وحرصنا على كامل الجاهزية فيما يتعلق بإنهاء هذا الملف، ملف الترتيبات الأمنية اللي بنعتبره هو أسوة أساس السلام العادل الشامل الذي طال انتظاره بالنسبة لأبناء السودان. تطرقنا أيضا لجزئية من المشاكل المتعلقة بالإقليم وضرورة وأهمية السلام في السودان، لأنه أي مشكلة في السودان هي بتحقق كثير من الأزمات في الإقليم وحواليه. من جانبه أكد عضو لجنة الوساطة الجنوبية دكتور ضيوم توك أن الوفد الحكومي وفريق الوساطة قدما تنويرا مشتركا للرئيس الفاكير مايارديت حول مفاوضات ملف الترتيبات الأمنية، وأشار إلى أن عزم الوساطة لاستكمال هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة توطئة لتوقيع اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى في أقرب وقت ممكن. وكشف متوكا أنه سيصل وفد رئاسي بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الاثنين المقبل لاستكمال ملف الترتيبات الأمنية تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى. الملف الترتيبات الأمنية هي آخر ملفات بتاع مفاوضات سلام السودان في جوبا، وبوصول الأخ وزير الدفاع أن احنا نفتكر أنه الملف ده في الأيام الجاية سيشهد بأحياد القضايا العالقة بهذا الملف، لأنه نحن بدينا الجلسات فوق في المراحل مبكر جدا، بداية من أيام وزير الدفاع السابق الراحل جمال عمر، وقطع شوط وتبقى قضايا محدودات. عقد مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته أمس اجتماعا طارئا بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبحضور النائب العام مولانا تجسر الحبر، وتداول الاجتماع الخارطة الأمنية بالبلاد واستمع لتنوير من القوات النظامية فيما يتصل بمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة على الأرض بكل مناطق التوترات الأمنية. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع بمدينة بور سودان بولاية البحر الأحمر بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على ردك النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي. أمن الاجتماع على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وتقديم الجنات للعدالة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرض قيودا للسفر إلى أمريكا بحق أعوان الرئيس المخلوع من الذين يعملون في عرقلة مسير حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الانتقالية التي يقودها المدنيون بالسودان. وأعلن بيان صحفي بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض قيود على أعوان الرئيس المخلوع من الذين قال إنهم يعملون على تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان. وقال البيان إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام الماضي. وأكد البيان أن القرار الأمريكي يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والمجتمع المدني وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني، وهو حرية سلام وعدالة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي ينفذه السودان بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأقلت وزارة الخزانة في بيان صحفي على موقعها الرسمي اليوم الجمعة إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين قد أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس الخميس مع رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك. وقال البيان إن الوزير الأمريكي ناقش مع رئيس الوزراء السوداني المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق حول النهضة الإثيوبي وضرورة إبداء حسن النية وإظهار الإرادة السياسية من قبل جميع الأطراف لأجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. أضاف البيان أن الجانبين ناقشا في الاتصال الهاتفي برامج الإصلاح الاقتصادي في السودان وجهود حكومة السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بيانا حول تداعيات الأحداث بين قبيلتي البني عامر والنوبة في مدينة بور سودان بولاية البحر الأحمر،
وأكدت مولانا حرية إسماعيل رئيس المفوضية في تصريح لسونا أن تلك الأحداث نتج عنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان وأثرت سلبا وبصورة كبيرة على الحق الأساسي للإنسان وهو الحق في الحياة والإحساس بالأمن والطمأنينة. وأضافت مولانا حرية: نشيد بالاستجابة السريعة للدولة من خلال توجيهاتها للجهات المختصة الرسمية والشعبية للسيطرة على تلك الأحداث والترتيبات والتعزيزات المتخذة بما يضمن حفظ الأمن بالولاية. وناشدت مولانا حرية كافة الأطراف بتحكيم روح الإخاء والمساواة بين مكونات المجتمع السوداني واللجوء لأحكام القانون. قالت والي نهر النيل دكتور آمنة المكي إن منظومة اللجنة الأمنية بالولاية تعمل بتناغم وانسجام تامين، وأكدت أنها تشهد تنسيقا وتعاونا محكما بين مختلف مكوناتها النظامية في مختلف القضايا والأجندة الأمنية. وأشارت المكي إلى أن اللجنة الأمنية اتخذت قرارا بإنشاء مباحث للتموين بغرض المزيد من الضبط والرقابة على حركة انسياب وتوزيع السلع والمواد الاستراتيجية. وأشارت إلى أن مباحث التمويل سيتم من خلالها اعتماد وتقنين دور لجان المقاومة بعد إعدادهم للقيام بهذه المهمة. وأبانت أن النقص الذي تعاني منه قوات الشرطة بالولاية هو ما دفع اللجنة لاتخاذ هذا القرار، لكن الوالي أشارت إلى أن اختيار أفراد لجان المقاومة لمباحث التمويل سيتم عبر آلية وبمعايير محددة ومتفق عليها، وسينحصر دورهم في الرقابة والمتابعة فقط، كما كشفت عن تنسيق جاد سيتم عبر اللجنة الأمنية لتفعيل وتعزيز دور شرطة مكافحة التهريب في منع تسريب المحروقات والمواد البترولية عبر الحدود إلى دول الجوار. أهم شيء في اجتماع اللجنة الأمنية خلص، لأنه لازم ننشئ وحدة مباحث التموين، ولازم نغنن وجود لجان المقاومة في الخدمات الآن اللي بيشاركوا فيها مع الشرطة، لأنه في قلة في قوات الشرطة. حتتفتح مراكز للتدريب، حنتعاون معهم، حندعمها بالتدريب بالمال. المهم على سنه تكون طبعا محتاجة مباحث التمويل تكون من نوع خاص، يعني مكافحة التهريب في الفترة اللي فاتت كانت موقوفة من العمل تقريبا في السلع الاستراتيجية، لأنه من مهامهم يراقب السلع الاستراتيجية والنقد الأجنبي. بالنسبة للسلع الاستهلاكية إن شاء الله تضبط في الأيام الجاية، لأنه في تهريب كميات كبيرة بتمشي لجوار دول الجوار. كشف والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة أن حكومته وفي إطار تأمين معاش الناس ستصدر توجيهات بإجراءات تعمل على تأمين السلع التموينية الاستراتيجية ومنع التلاعب بها. وأكد خلال عدد من اللقاءات التي أجراها مع عدد من الجهات شملت إدارة التجارة والتموين والبترول ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس إدارة جامعة الجنين وشبكة حماية المرأة النازحة وتنسيقية الحرية والتغيير ولجان مقاومة محلية بيضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون الولائية. أكد حرص حكومته على تأمين الغذاء والإيواء للمتضررين جراء أحداث منطقة مستريه ومعالجة قضايا المرأة النازحة والمشردين. أعلن وقوف حكومته مع جامعة الجنينة خاصة فيما يخص العمل الاستشاري لصالح حكومة الولاية. وأعلن الوالي حرصه على تطوير الإذاعة والتلفزيون الولائي. أنا عقدت اجتماع أول مع إدارة البترول والتجارة، وعرفت موقف الدقيق والبترول فيما يتعلق بالولاية. موقف مطمئن، وبالرغم من الخريف الموقف بالذات في البترول مطمئن، لكن في بعض الثغرات أنا وجهت أنه تسد هذه الثغرات عشان نمنع بيع البنزين والجاز في الطرقات من قبل النساء وغيرها. بحضور الرئيس الجهاز القضائي أدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بولاية النيل الأزرق برئاسة والي الولاية أدوا القسم إذانا ببداية عملها في محاربة الفساد وإزالة التمكين وفق مهامها واختصاصاتها المتمثلة في التوصية بحل أي منظمة أو أي أزرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام 30 يونيو، وكذلك التوصية للجنة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ إلى جانب مهام أخرى حددها القرار. والنيل الأبيض رأى أن الخطوة مطلوبة وأن هناك العديد من الملفات
تتعلق بقضايا متعددة سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة. معولين كثير على لجنة إزالة التمكين باعتبارها واحدة من الآليات المهمة كثير جدا جدا في مسألة محاربة الفساد وإزالة تمكين نظام 30 يونيو. نحن في النيل الأزرق الفساد استشرى كثيرا، فلول النظام أصبحوا لا يتورعون من الاستمرار في مفاسدهم التي كانت طيلة الأعوام الماضية، لكن بأداء القسم هذا اليوم سوف نستطيع أن نحجم من ممارساتهم ونحجم من سلوكهم الفسادي بإصدار القوانين واللوائح بإذن الله تعالى. أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي عن موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، أن متوسط الأمطار في الهضبة الإثيوبية في يوم 11، 12، و13 من أغسطس سوف تؤدي إلى استقرار في منسوب محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد السبت. وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الجمعة ويوم غد السبت ويوم بعد غد الجمعة مرتفعة، حيث سجلت مدينة واد مدني اليوم الجمعة 20.25 مترا، ويتوقع أن تسجل غد السبت 20.30 مترا، ويوم بعد غد الأحد 20.40 مترا، فيما كان أعلى منصوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس من العام 1946. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. ارتفاع معدل التضخم بنسبة تفوق 7.42% عن الشهر الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني في زيارة لبيروت اليوم الجمعة إن الشعب اللبناني وممثليهم وحدهم أصحاب قرار تحديد مستقبل بلادهم بعد الانفجار الهائل الذي هز ميناء المدينة وأودى بحياة 172 شخصا دفع الحكومة للاستقالة. جاءت تصريحات الوزير الإيراني محمد جواد ظريف بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وفرنسيين كبار مع الرئيس ميشيل عون في إطار موجة من النشاط الدبلوماسي الغربي المتسارع تركز على حث لبنان على دك حصون الفساد. وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: من وجهة نظرنا ليس من الإنسانية في شيء استغلال آلام الشعوب ومعاناتها لتحقيق أهداف سياسية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن تركيا تدرس إغلاق سفارتها في أبوظبي وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وكان أردوغان يتحدث إلى صحفيين في إسطنبول بعد أن قالت وزارة الخارجية التركية أن التاريخ لن يغفر السلوك المنافق للإمارات في موافقتها على اتفاق مثل هذا. قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ أمس الخميس التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقد. وستعلن النتيجة في جلسة تعقد اليوم، وتعقد جلسات المجلس المكون من 15 عضوا عن بعد جراء جائحة كورونا. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما منذ 13 وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. أفرجت السلطات في روسيا البيضاء عن المحتجين المحتجزين اليوم الجمعة بعدما أصدرت اعتذارا علنيا نادرا في محاولة لتهدئة احتجاجات عامة البلاد
وشكلت أكبر تحدي لحكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المستمر منذ 26 عاما. ويأتي إطلاق سراح المحتجين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يناقش عقوبات جديدة محتملة على قيادات روسيا البيضاء بعد حملة أمنية عنيفة استهدفت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، وأبرزت خطوة الإفراج عن المحتجزين والنغمة الاسترضائية التي عبر عنها اثنان من كبار مسؤولي الدولة هشاشة قبضة لوكاشينكو على بلد تعتبره جارته روسيا حاجزا استراتيجيا في مواجهة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. قال متحدث باسم جهاز أمني اليوم الجمعة أن الحكومة الأفغانية بدأت الإفراج عن بعض آخر سجناء طالبان من مجموعة تضم 400 سجين. كانت الحركة المتشددة تريد إطلاق سراحهم قبل الموافقة على بدء مفاوضات السلام. وافقت الحكومة يوم الأحد على إطلاق سراح 400 من العناصر البارزة في الحركة بعد استشارة المجلس الأعلى للقبائل المعروف باسم لويا جيركا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أطلقت الحكومة أمس سراح 80 من سجناء طالبان من 400 لتسريع جهود إجراءات محادثات مباشرة والتوصل لوقف إطلاق نار دائم. قال مسؤول بوزارة الداخلية في نيبال إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة جرفت عشرات المنازل وقتلت ما لا يقل عن 16 شخصا في قرى جبلية يوم الجمعة، كما أسفرت عن فقد الكثير من الأشخاص. وتشهد نيبال سيولا وانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار من يونيو إلى سبتمبر، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام. وقال موراي واسيتي المسؤول بوزارة الداخلية إن انهيارا أرضيا هائلا جرف عشرات المنازل مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في سيدنهو باشوك بالقرب من العاصمة كاتميندو. في أخبار الاقتصاد، سجل معدل التغيير السنوي التضخم 143.78% لشهر يوليو من العام 2020 مقارنة بمعدل 136.36 في يونيو من العام 2020 بارتفاع 7.42% على الشهر السابق. وعزى الجهاز المركزي للإحصاء في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز والحبوب والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما ارتفعت مجموعة النقل وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وأيضا مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة والاعتيادية للبيوت والأثاثات والتجهيزات والسجاد والمنسوجات البيئية والأجهزة المنزلية الكهربائية. وأشار البيان إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية بينما ظل معدل التضخم في المناطق الريفية. أعلنت الغرفة القومية للباصات السفرية انطلاقة رحلاتها المحلية والخارجية رسميا غدا السبت. وقال الرئيس المناوب للغرفة معمر عبد الحميد إن الرحلات ستطبق فيها إجراءات صحية صارمة بإلزام كل راكب بارتداء كمامة طبية فضلا عن التشدد في الدخول للميناء تدريجيا للباصات والتعقيم. وتوقع النظر في تعريفة التذكرة على أن تكون جميع مقاعد البص مكتملة عكس ما رشح بشأن تسفير البصات ناقصة العدد امتثالا للضوابط الصحية الخاصة بجائحة كورونا. ونوه معمر إلى أن قطاع البصات السفرية طوال الفترة التي توقفت فيها بسبب جائحة كورونا تكبد خسائر مادية تجاوزت المليارات من الجنيهات فضلا عن تعرض أصحاب الشركات لملاحقات من المصارف بسبب تعثر المديونيات الخاصة بأقساط قطاع الغيار والبصات. تنظم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية يوم الاثنين القادم ورشة العمل القطاعية في إطار المؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة والتي تستمر لمدة يومين. وتهدف الورشة للخروج بتوصيات محددة وخطة عمل تفصيلية لزيادة مساهمة القطاع الزراعي على الاقتصاد القومي وتقديمها للمؤتمر الاقتصادي القومي.
وتقدم في الورشة عدة محاور في موضوعات وقضايا مختلفة تتعلق بمشكلات الإنتاج والحلول للمحاصيل والحبوب الزيتية والنقدية ومساهمتها لزيادة الاقتصاد الوطني والمطلوبات لإحداث التحول المنشود في القطاع الزراعي وتأهيل البنيات التحتية والسلام والتنمية الزراعية الريفية بجانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية الريفية. في أخبار الرياضة، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أن حسم الأزمة بنادي الهلال ستكون خلال ساعات. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة نصر الدين حميتي إن رئيس الهلال أشرف الكاردينال طالب بمنحه مهلة حتى يوم غد السبت من أجل دراسة الخيارات المطروحة والمتمثلة في ترشيح لجنة تطبيع لقيادة النادي. وأشار إلى أن اتحاد الكرة يترقب الرد النهائي من الكاردينال بشأن حسم الجدل حول الوضعية الإدارية للنادي. وأضاف حال تأكيد الكاردينال رغبته في الاستمرار وترشيح قائمة بقيادته للمرحلة الانتقالية، فسيتم اتخاذ قرار فوري باعتماد القائمة الخاصة. في ختام السودان هذا المساء تذكير بأبرز العناوين. رئيس المجلس الانتقالي يعلن انحياز الجيش للشعب وحماية مقدرات الوطن والتصدي لمحاولات العبث بالاستقرار. وفد المفاوضات يلتقي سلفاكير وزير الدفاع يؤكد جاهزية الوفد الحكومي لاستكمال التفاوض. أمريكا تعلن فرض قيود للسفر بحق أعوان الرئيس المخلوع من الذين يعملون في عرقلة مسيرة الحكومة الانتقالية. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق. إلى اللقاء.